السلام عليكم جمهور ملعب التونسي الكل. نعرف سنا الأوبجيكتيف اللي حاطينه الناس الكل باش ترجع الملعب التونسي لبلاصتها، وإن شاء الله بحول الله باش ترجع. نحب نطلب الاعتذار من الهيئة المديرة وعلى رأسهم سي نور الدين بن بريك، اللي كان صار سوء تفاهم معنا بعد العرض اللي جاني، اللي نعرفه زاد هو معناها ما نجمش مش بالسهل باش يقبل أي عرض في أي جوار في المده هذيا، معناها خاطر الناس الكل حاطين كل معناها اليد كل حاطين كل شيء باش نرجعوا لبلاصتنا بحول الله. مي ساعات جوار تجي عرض ما ينجمش يفرضوا، هذي اللي حبيت ان معناها نحكي مع سي نور الدين نفهمه له، وهو معناها في السيتواسيون اللي تاع معناها وعاتي من وقته وصحته باش يوفر كل شيء باش بحول الله ترجع الملعب التونسي لبلاصتها. وان شاء الله بحول الله باش ترجع الملعب التونسي جمعية كبيرة القسم الاول، وبالجوارات معناها اللي موجودة تو مخيرة الجوارات اللي كنا حاسين بالمسؤولية، والاطار الفني الموجود على راسهم سي لطفي القادري معناها مخيرة ما ثم، وبحول الله ترجع ستاد تونيزيان لبلاصتها. انا جاني العرض ما نجمتش نرفضه في الوقت هذا،